هذا شي يقول؟ ايش وقت تحكي على ايجابيات المجتمع؟ ايه بخدمتك؟ والله صبغ لهم مدرسه بسنوسن صبغ وفتحها وين بيت ابو علي اسواق جدد صيدليه ويبيع الدواء اغلى من ولك. يا ايجابيات فقر ابن الفقر ايجابيات عن شنو؟ طيني ايجابيات انت المجتمع شو مسوي انت؟ طيني ايجابياتك يلا عراقي على هذا اللي يقول لي ايش وقت تحكي بايجابيات المجتمع؟ ولك اي ايجابيات؟ مجتمع يفعل بمرت خاله؟ مجتمع اخي يباوع على اخته ويلزم بيها؟ ما نقدر مو كل الكلام نحكيه ابني. روح هاي محكمه الرصافه روح شوف زنا بالمحارم ايش قد؟ شوف المحافظات شوف الضيم. يعني يجيك من غير محافظه يجي من بيت عمه يروح يسوي ما يصير ابني مو كل الكلام نقدر نقوله. ايجابيات ايش؟ والعاده السريه من الصبح لليل مكسور اظهركم على اليمن تموتون على الحرام وتحكي لي بالايجابيات ارجوك ارجوك يا ايجابيات. البحث اللي بو عالم هنا يمنا خذوا طلعت من الشغل الصيدليه ما ادري ايش عندها لقيت سيارتها ماكو هذا ايجابيات. هاي احكي لك عن ايجابيات ايش؟ فهمني صبغه والرصيف مال المستنصريه وعافوا يم السيطره 200 متر المقرنص كلها باقوا هاي الايجابيات. اي ايجابيات احكي لك عن هذا المشروع مال القناه اللي متروس نخل مات اللي اخذوا من يمه بالكذا مليار عن ايجابيات احكي لك ابني حبيبي. على كل حال اي واحد يجي علينا رئيس وزراء يحمل العراق قروض ولازم هسه نوقع القروض يلا تتوقع الرواتب. صدق تحكي انت العباد ذاك الدقمه وسوال شغله والقبله والقبله وكلها صفقنا له. هذا اخوي بيقول اريد من شاربك شو وين اكو شوارب؟ واحمل والديك واحنا شوف الدين جهال جهالك بعد راح ناكل تبن ونتفقر نصير حالنا حال الصومالي وداعتك حتى موز ما عندنا. يا عمي والله تعبنا كفيلكم الحسين ابو عبد الله ان مستقبل مظلم. شوف الاخبار اللي عندهم هاي يوميه خوف هاي منطقه الشعب بسبع قصور قتل اخوه على مود 150 الف بحي اور مدري وين خطيه بركن قتلوا لهم واحد خرب بويل سبانه. صدق تحكي انت طشروا راسه عدت ثلاث بنات وغيره معلم قتله والله بالله الكريم. يعني عائله باحد محافظاتنا خلينا نقول الجنوبيه مو خلينا نقول هي صحيح تقول ابوي يسكر واخويا يدق علينا من الصبح لليل واللي يجينا خطابه يطرده واحنا وين نروح؟ تقول والله بنطلع الحمام يظل يباوع علينا يعني يتعاطى حبوب خرب دينك. شوفونها على بنيه وسقطتوها ليش؟ خلي شوف خلي تصير عندكم شرف خصومه ابني. بالعباس اتحداكم اذا داعش نشروا عائله عراقيه. هذا مو داعش لعنه الله عليه ومجرم بس عنده شرف خصومه. ليش؟ ايش ابني ليش؟ ايش ابني والله العوائل تفككت يابا تفكك اسري صار. تعبت العالم تعبت الناس. الله الله بلي يروحون خطار وما عنده محرم. هاي بطلوها مال والله جاني ابن عمي ويقعد يمي ويم العائله وبنات عمه يفترن يمه وتقول لي دليل اقول لك هذا دليل روح شوف الزنا صار بسبب هاي الشغلات. والله قاعد يم بيت عمي وبالليل وقت عمه تحوس عليك وحق الحسين ترى تكلم هذا الكلام 100% وكل الشباب هسه تدري بيه هذا شيء صحيح صار حتى زنا بالمحارم صار. لان اللي قالوا لي هواي نفس هاي القصه ويقول انا شو اسوي؟ قلت له ما عليك شيء هاي انت بعد هذا ويا ريت مو بس البنيه اللي امهن زين ايش بعد لك؟ سنونك مكسره وين تريد توصلين؟ زنا بالمحارم هاي انا زين شو اقول له؟ قابله نهره مثل الجماعه شيوخ هذا روح لا بارك الله بيك هذا يكره حتى